تفضل. جزاك الله عنا وعن الاسلام خير الجزاء، بارك الله فيكم. الله يكرمك. لي سؤال. تفضل. انا كنت في عرض اعوذ بالله من غيرنا. جاء محمود محمد طه كان عنده محاضره في نادي العمال. وقت فتحوا باب الاسرى انا اعوذ بالله من غيرنا، انا كنت ساعتها صار قلت له عنوان المحاضره كان الاسلام لا يصلح في رسالته الاولى لرساله الغرب الشيخ. الاسلام لا يصلح في رسالته الاولى لرساله القرن العشرين. فتح باب الاسرى انا قمت عملت كذا، قال لي قمت قلت له يا اخي انت قلت كذا 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 كذا، عايزين نعرف رسول الرساله الثانيه هو مناشئ الناس يؤمنوا به. هو قال الثالث قال كان بجسمه، قال كان هنا لكن بعقله كان برا. عقله قال والله كنت بعقلي بجسمي كنت هنا معك. قلت له من هو رسول الرساله الثانيه؟ قال لي واحد من ابن ادم، من بني ادم. قلت له لا هو منو؟ قال لي جاءنا يا انت. سبحان الله. واحد صار قال لي يا صار انت ما بتصلي؟ قال نعم انا ما بصلي. قال له ليه ما بتصلي؟ قال لاني ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر، ما بصلي. قرأت كان تلميذ محمود على أي أساس الحكومة جاب الرجل ده كما في أهم وزارة؟ نعم. وما هم العلماء في هذا الكلام ده؟ جزاك الله نافع. جزاك الله خير. محمود محمد طه طبعا حكموا عليه أصلا كل العلماء الوقت ذاك والقضاة والقانون السوداني ذاته حقهم حكموا عليه بالكفر بالله. خلاص دعوة خلاص على محمود طوالي. نعم. على محمود ذات المفروض كان يمشي ورا محمود هناك يموت في البحر. صح كلامك صح كلامك صح. والله كان يمشي. طيب فمحمود محمد طه زول مرتد زي ما حكموا عليه، وبيقول انه الله هو انسان كامل. خلاص ده ثاني بعديه وما في كفر يا جماعه، وموجود في كتب محمود محمد طه. اما السؤال اللي ساله له لما قال له قال الاسلام برسالته الاولى لا يصلح لانسانيه القرن العشرين، نحن كمان نقول لهم للجمهوريين نحن الان في القرن الكم؟ الواحد وعشرين. اذا رساله محمود برسالته الاولى في القرن العشرين لا تصلح لانسانيه القرن شنو؟ الواحد وعشرين. انتهى. ثاني المفروض لا يجينا قراي ولا يجينا ضعيف ولا معيط. بنفس فقه منو؟ فقه محمود ذاته. لكن يا جماعة الإسلام نزل ربنا سبحانه وتعالى. ربنا قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وربنا هو الخلقنا، فإذا يعلم ما يصلحنا وما يفسدنا. دين ربنا نزل من السماء ده هو اللي بيصلحنا، ما دين محمود محمد طه ولا دين القراي. والقراي أصلا هو منهج ومنهج محمود، وهو من أشد الناس المتابعين لمحمود محمد طه زي ما قال الشيخ جزاه الله خير. لكن ربنا ابتلانا بهؤلاء. نحن واجبنا شنو؟ نحن ما حكومة، نحن ناس زيكم. نحن لو كنا حكومة كان واجبنا بيكون تاني، ما كان بنتكلم كثير ذات، كان بنسوي بس. لكن نحن زيكم، نحن ما حكومة ولا عندنا بمبر في الحكومة دي. طيب نحن واجبنا ويتو شنو؟ ده اللي بيهمكم يا جماعة. خلاص؟ أما الحكومات دي ما الله بيسألها بعدين. إذا عملوا صح ربنا بيديهم خير، إذا عملوا غلط ربنا بيحاسبهم يوم القيامة. أما نحن كشعب أنا وأنتم واجبنا نوعي الناس ونكشف حالهم الناس زي. وده والله أقوى أسلوب، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال أسلوب الحجة ده، قال والذي نفسي بيده إنما ترمونهم به لهو أشد عليهم من نطح النبل، أشد من السلاح. قال الحجج من القرآن والسنة اللي بتكشفوا بها أعداء الله وترد بها على شبهاتهم وباطلهم، قال دي أقوى من السلاح ذاته عليهم. يعني لو جاء واحد ضربته بسلاح عديل وقع مات، ورديت على شبهه وانتهيت من دينه الباطل ده كله وعريته قدام الناس، دي أشد له من تقتل بسلاح. فده ده أقوى أسلوب. خلاص؟ فانتوا بصروا الناس، والكلام ده ما دروا علم كثير، زي كلام عمنا ده، وروا الناس انه ديل ناس نشروا الكفر، الجمهورين ديل والشيوعيين، ومنهجهم ده بيودي النار،
الطفل الصغير ده ما داري له ادله. ولدك ده من صغير بدا يفهم، خلاص بدا يفهم. قول له في واحد اسمه القراي ده مجرم كبير وزود دجال وكذا وشيوعيين، وري من صغير ده خلاص بيحفظه ثاني ما فكه. بالمناسبه لو لقى واحد ساي اسمه القراي ما داك ذاته ممكن يشاكله. فانت مسكه بس الدرب. نعم.